انطلاقه عن الابكار المهجنات الاصايل الذي تندفع بشعارات اصحاب سمو الشيوخ في 8 كيلومترات لنشوف التنافس والتحدي. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى ونبحر في عمق الميدان مع الانطلاقات والتحديات الجميلة. تتصدر المجموعة وتقود المشاركات حكمة، تعود ملكيتها من هجن العاصفي يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما تليها في المركز الثاني تاتي الشايبة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتقدم في الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية تضميرها على المركز الثالث. أشوف المركز الرابع المتحدة تأتي في المركز الرابع والمركز الخامس، هذه هناك حضور تأتي في المركز الخامس من هجن العاصفة بتضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما أشوف المركز السادس اندفع مع المركز السادس والشاهينية تأتينا من دفعة ومنطلقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن المر بن حلوة يتولى عملية تضميرها، بينما المركز السابع تتقدم في نوف لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية التضمير في هذا انطلاق، بينما المركز الثامن ثامن المراكز هناك التقدم من الطائف تعود ملكيتها لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتولى عملية تضميرها، والمركز التاسع هذه وصلت في تاسع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي الريم لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يضمرها، وعاشر المراكز هذه الصايله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمرها محمد بن يمعه بالدبيله. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى في انطلاقتها والـ8 كيلومترات التي تسير في مسار الثنايا وتحديات الثنايا ورقص الكبار في هذا المسار وهذا اللقاء الجميل والشيق في هذا التحديات. ميدان المرموم الذي يحتضن هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميل التي تنطلق مع الكبار بعد النداء الأول الذي انطلقنا فيه مع هذا المسار مع 8 أشواط مساء هذا اليوم ومع المهجنات الثنايا الأبكار، ونعود إلى المركز الأول هذه الشايبة اللي تقود المشاركات وبدلت على المركز الأول سمو الشيخ زايد بن المر المكتوم وحمد بن علي العويسي مضمر 5 نجوم كذلك يقودها أبو علي في مسار التضمير في هذا الانطلاق، بينما حكمة تأتي في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث تندفع فيه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد يقودها مضمرا ثلاثية جميلة ومثلث جميل تنطلق في هذه الأسماء وهذه الشعارات والتحديات. هذه الثلاث المراكز اللي بهنزان اللقاء وزان الميدان ينطلقن هناك بدون منافس، لكن بناخذ المركز الرابع وبنشوف هناك رابع المراكز تتقدم في حضور لهجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، وخامس المراكز هذه المتحدة لسمو الشيخ أو من هجن العاصفة كذا يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير وهي في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت في الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة يتولى عملية تضميرها، وسابع المراكز التواجد في هذه اللحظة لينوف لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضمير، هناك تتواجد أيضا الطائف لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان مع احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، والمركز التاسع الريم لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان واحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يضمرها، وعاشر المراكز الصايله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن يمعه بن عبيد بالدبيله في التضمير. هذه العشر المراكز وهذا ندانا الثاني في مسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته الجميله والرائعه
رائعه في ارضيه ميدان المرموم. اكملنا النداء الثاني مشاهدينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى، من ثم العوده الى المراكز الاولى المنطلقه في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق هنا في ميدان المرموم بحثا عن الفوز والناموس. الثمانيه كيلومترات المسافه الطويله الذي تحتاج الى التأني والى التركيز والمتابعه. الانطلاق الذي تشاهدونه انطلاق ذاتي بدون اي توامر وبدون متابع، والجميع من المضمرين يحب ان تكون هجنه في البدايه بهدوء ليستخدم طاقتها خصيصا في هذه المسافه الثمانيه كيلومترات في الامتار الاخيره. ولكن الثلاثيه لا زالت جميله ورائعه هناك في مغادرتنا لمنتصف المسافه واتجاهنا الى الثلاثه كيلومترات والى حزام القابات في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. يا سلام، هناك السيطره مع المركز الاول ومسيطره حكمه تقود هذا الشوط بحكمه، تقود هذا الشوط بخطه وحكمه جميله ورائعه من هجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. الشايبه تاتي في المركز الثاني، ما شاء الله انطلاق جميل وتحدي جميل لشعار سمو الشيخ زايد بن المربن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي كذلك المقدم هذه النوعيه الجميله والتنافس الشيق في عالم الاصاله والتحديات. بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء اللي تاتي في المركز الثالث هذه الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتولى عمليه تضميرها. هذه الثلاث المراكز الاولى ما شاء الله تبارك الله اللي يرن بالشوط وانطلقا بسرعه من البدايه بهذا الاندفاع، ولكن ايضا متعه في اداهن وانطلاقه ومشاهده جميله بهذا المسار مع الثلاثه كيلومترات وحزام القابات. خمسه كيلو انقضت وتبقى ثلاثه كيلومتر الى وصولنا الى خط النهاية في هذا المسار وفي هذا التحدي الشيق هنا في ميدان المرموم. يا سلام، نعود إلى المركز الرابع ونشوف هناك أن حضور بتسجل حضور وبتنضم مع الثلاث المراكز. ما شاء الله أعلنت الحضور الجميل وأعلنت التحدي الرائع هناك مع شعار هجن العاصفة على رابع المراكز بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي يقدم حضور وتقدم العاصفة حضور مبكر في هذه الانطلاقات. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله في هذا الاندفاع والانطلاق الشيق. يا سلام يا سلام، اشوف الاربع المراكز الاولى المنطلقه في هذا الشوط والمندفعه، وهنا ايضا كذلك مجموعه اخرى تتقدمهن الشايبه وهي في المركز الخامس او الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع احد شبابنا المضمرين خالد بن المر بن حلوه كذلك الذي يضمرها، وتاتي هناك المتحده من هجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير، وتنضم هنا نوف لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري احد مضمري واحد شباب الخوانيج الذين يقدمون كذلك مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا سلام، نعود مع المراكز الاولى في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، بدا انحناء الميدان وكوع الميدان كذلك والانعطاف والاتجاه مباشره الى لوحه الكيلومترين والى خط النهايه والى المنصه والناموس والفوز في هذا المسار وفي هذا الأداء الجميل مع الثنايا ومع الكبار. ويا مجمل الرقص مع الكبار في خصيصا في الفترة المسائية. يا سلام، شاهد يا أبو سعيد تابع هناك المركز الأول الانطلاق الأول مع هذا الاندفاع والانطلاق. مشاهدين الأعزاء، لا زالت حكمة مسيطرة على المركز الأول وتقود مساري هذا الشوط حكمة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هناك يقدم حكمة على المركز الأول، بينما المركز الثاني تتقدم فيه الشايبة لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. حمد بن علي العويسي يتولى عملية تضميرها. وصلت حضور لتشكل حضور جميل في الأمتار الأخيرة في هذا الاندفاع. هذه حضور على المركز الثاني بشعار هجن العاصفة. أما المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. وصلت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خالد.
هناك نعود مشاهدين الأعزاء في هذا المسار وفي هذا الانطلاق إلى المراكز الأولى، إلى المراكز الأولى في هذا التحدي الجميل والرايح. حكمة على المركز الأول، حكمة تتربع على عرش المقدمة من بداية انطلاقة هذا الشوط، وهي مسيطرة على المقدمة، وهي تقدم العرض الجميل والرايح على هذا الاندفاع، وتلاحقها هناك حضور في المركز الثاني بشعار هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بعد مغادرتنا للكيل والمتر الأخير هناك ما شاء الله ارقصت حكمة، بدلت من مرباعها، انطلقت بالمركز الأول، زادت من سرعتها، تثبت جدارتها وأصالتها بأنها في الأمتار الأخيرة تتحمل 8 كيلومترات وتأتي بنهاية جميلة في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع بعد هذا المسار، وسيطرتها على المقدمة من البداية، وفي النهاية أيضا تقدم عروض وتقدم أداء جميل. الله ما شاء الله، حكمة مشاهدين الأعزاء، حكمة على المركز الأول لتسجل هذه التحديات لهجن العاصفة وانطلاقتها وحضورها واستعدادها الباين والواضح مشاهدينا متابعينا الكرام الذي نتمناه دائما لهذا الشعار ولشعار هجن العاصفة، في خصيصا في هذه الأيام وفي هذا الموسم بالفوز والناموس والإنجازات إن شاء الله. هذه حكمة مشاهدينا الأعزاء، تسيطر على مقدمة الشوط وتعلن في 200 متر الأخيرة. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لهجن العاصفة، تهانينا لسيدي مالك هجن العاصفة، تحياتنا للواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الأداء الجميل وفوز حكمة بالمركز الأول واندفاعها ولحظات وصولها إلى خط النهاية في هذا الاندفاع الشيق والجميل بدون منافس على الإطلاق، بينما حضور في المركز الثاني من هجن العاصفة والمركز الثالث لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان اللي هي الريم وصلت في المركز الثالث. هذه الثلاث المراكز والبقية مع اللجنة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدي الأعزاء، شكرا أبو عدنان على هذه المتابعة الدقيقة، 12:47 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير بينما وصلت في المركز الثاني حضور. بنشوف حضور اللي سجلت الحضور الرائع كذلك في هجن العاصفة في هذا الانطلاق. توقيتها الزمني حضور في هذا الاندفاع، هذه حضور 12:45 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث وصلت في الريم لسمو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان، قادها أحمد بن سلطان أحمد بن خلفان بالصائق المزروعي كذلك في تضميرها 12:55 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع